إذا فهذا التمرين الأول من تمارين مبرهنات التزايدات المنتهية، سنحسب النهاية التالية: ليميت لما إكس يؤول إلى زيرو بليس ديال أرك تانجون إكس ناقص إكس على إكس كوب، ونبين أنه يساوي ناقص واحد على ثلاثة. إذا من بين مميزات هذا مبرهنات الطبع أن تمكننا من حساب بعض النهايات الصعبة، لذلك يجب أن نعرف اختيار الدالة المناسبة والمجال المناسب. إذا هنا صفر يؤول إلى زيرو بلس، يعني غنختار واحد المجال اللي غيكون على يمين صفر، ثم نجي المقام هنا عندنا اكس كوب، إذا ناقص صفر، إذا يمكننا نختاروا المجال اللي يمكننا نختاروه هو، إذا يمكننا نختاروا مجال صفر اكس كوب، إذا والدالة اللي غنختارو الدالة، لاحظوا معايا إلا درنا هنا أرك طونجون اكس كوب غتبقى عندي اكس كوب، إذا باش نتخلص من هاد الكوب غنختار دالة كتساوي اف لي اكس كتساوي أرك طونجون زيد المروج بتلاتة لي اكس، هنا نفس الشيء زيد المروج بتلاتة لي اكس. إذا عاودت هنا بإكس كوب غتعطيني هاد الشكل هذا أرك طونجون اكس ناقص اكس، ولا عاودت بالصفر غتعطيني صفر. إذا هذه هي الدالة اف متصلة على صفر زائد ما لا نهاية، ومتصلة على هذا المجال هذا صفر اكس كوب ضمن صفر زائد ما لا نهاية قابل للاشتقاق على المجال المفتوح صفر اكس كوب. إذا أرك طونجون اللي يمكن نطبقو عليها مبرهنة التزايدات المنتهية، أرك طونجون زيد المروج بثلاثة لي إكس كوب، عوضنا هنا بإكس كوب، ناقص زيد المروج بثلاثة لإكس كوب، ناقص أرك طونجون صفر صفر، ناقص غتولي زائد زيد المروج بثلاثة صفر صفر، بلا ما نكتبوها على إكس كوب ناقص صفر تساوي. إذا يوجد سي، يوجد سي كينتمي لهذا المجال، المجال المفتوح صفر إكس كيوب، بحيث أرك طونجون إكس كيوب زيد المرجب ثلاثة إكس كيوب ناقص زيد المرجب ثلاثة إكس كيوب على إكس كيوب كيساوي إف بريم لهذه. إذا إذا نبسطو هاد التعبير هذا غتولي عندنا أرك طونجون إكس ناقص إكس على إكس كيوب كيساوي إف بريم لي سي. إذا نشتقو هاد الدالة إف لي إكس نشتقوها، إذا عندنا اف لي اكس كتساوي ارك طونجون زيد المروج بثلاثة لي اكس ناقص زيد المروج بثلاثة لي اكس، هذه الدالة. وفاش عوضنا هنا باكس كيوب هذا هو التعبير من بعد الحاجة على هذا الشكل هذا. اذا اف بريم لي اكس كيساوي نشتقو هذا التعبير هذا غادي يعطينا واحد على ثلاثة زيد المروج بثلاثة الإكس مربع على واحد زائد زيد المروج بثلاثة الإكس مربع ناقص واحد على ثلاثة زيد المروج بثلاثة الإكس مربع، نوحدو المقامات لهاد العددين هادو تساوي، غنزل بهذا لتحت واحد على
3 زيد من الرتبة 3 لإكس مربع عامل 1 زائد زيد من الرتبة 3 لإكس مربع، هذا غيولي بس غنوحد المقام، غتولي عندي هنايا غنضرب في 1 زائد غتولي غنضربو في 1 زائد جذر من الرتبة 3 إكس مربع، نفس الشيء الثاني 3 جذر من الرتبة 3 إكس مربع، نضربها في 1 زائد جذر من الرتبة 3 إكس مربع. هتلاحظوا أن هذا الواحد غيتختزل مع هذا ناقص 1، شنو غيبقى عندي؟ غتبقى عندي ناقص جذر من الرتبة 3 لإكس مربع على 3 زيد من الرتبة 3 لإكس مربع مضروبة في 1 زائد زيد من الرتبة 3 لإكس مربع تساوي، نختزل بعد التعبير يعني هنا متصلة يوجد السي ينتمي للمدى المفتوح، إذا عندي الحق ندير هذا الكتاب هذا تساوي ناقص 1 على 3 1 زائد زيد من الرتبة 3 إكس مربع. إذن f بريم لي سي نعوضو، إذن arc tangent x ناقص x على x كي كيساوي f بريم لي سي، f بريم لي سي نعوضو هنا بالسي، ناقص 1 على 3 مضروبة في 1 زائد زيد من الرتبة 3 للسي. إذن النهاية ديال هذا التعبير هذا هي النهاية ديال هذا. إذا الآن نقوم بتقطيع هذه سي مربع، نقوم بتقطيع هذا التعبير هذا، إذا سي ينتمي للمجال مفتوح صفر إكس إكس كيوب، يعني زيد من الرتبة 3 سي مربع أكبر من الصفر وأصغر من، إذا لا درنا هنا وكان غتولي إكس وستة ولا دخلنا عليها زيد من الرتبة 3 غتصبح إكس كاري نزيد بالواحد، إذا 1 زائد جذر من الرتبة 3 سي مربع أصغر من 1 زائد إكس كاري. نفوت المقلوب، إذا 1 على 1 زائد زيد من الرتبة 3 سي مربع أكبر من غتغير هنا الترتيب، 1 على 1 زائد إكس أصغر من 1، الآن غنضربو في ناقص 1 على 3 غيتعكس الترتيب، إذا ناقص 1 على 3 نضربو في 1 ونغير الترتيب، ناقص 1 على 3 مضروبة 1 على 1 زائد جذر من الرتبة 3 سي مربع أصغر من ناقص 1 على 3 مضروبة 1 زائد 1 زائد إكس مربع. إذا نحن عطرنا إف بريم لسي هي هذه، وبالتالي ليميت إكس يعود 0 بلس ديال أرك تانجون x ناقص x على x كيوب كيساوي النهاية ديال هاد التعبير هذا، لأن هاد التعبير هو هذا. إذا حسب خاصية نهاية الترتيب كنلاحظو أن هاد التعبير موجود بين تعبيرين، ناقص 1 على 3 وهنا ليميت لما x يؤول إلى صارو 0 بلس كيساوي ناقص 1 على 3، إذا وبالتالي كيساوي ناقص 1 على 3. إذن هذه من مميزات مقارنة زيادة متعة ممكنة من حساب بعض النهايات الصعبة، غير خصنا نعرفو نختارو الدالة المناسبة ونختارو كذلك المجال اللي غادي نخدمو به، وفاش نلقاو هذاك السي ديال ونديرو في المشتقة نعرفو نعطرو ونعطرو هذاك السي، وبالتالي كنلقاو نهاية محصورة بين من واحد جوج زائد نهاية تأول تأولان إلى نفس العدد.
فشكرا في إلى فيديو.